عيال كفتة قال من ايش؟ من غدا. لا مو باي غدا، بيجيب سمك. يلا يجي سمك يا ابو ثلاثة، ويا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة سار الليل يا ابو ثلاثة، يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة سار الليل يا ابو ثلاثة. كيف اروح ما معي سيارة؟ هذا نظامك تصريف، خذ الهلي يلا وخله ينوع مشوي ومقلي. يلا اتحداك، تعال 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 خل لزك. ايش تبي برشلونة؟ اوريك. دول لف ودوران، وين الشنطة؟ معها؟ أقول استلكعك هذا واللف مب علي على غيري، تجيب الشنطة ولا فرم كنا فرم؟ يعني بتخوفني؟ استمع 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 يا أخي استمع يا أخي استمع. سلامات سلامات كفتة، وش فيك؟ إيش القصة يا أبو أهرج؟ جاني واحد وتقرب مني وسيارته نزل وقال لي فين الشنطة اللي معك وضربني الشنطة. بعدين ايش صار؟ اجوا ناس وفرعوا فيها الله يجزاهم خير وبلغوا على الراجل وسلموا الشرطة. هيا ايه اجل هو راعي الشنطة، وينك ادور عليك؟ جاي يطق خوينا كفتة علشان الشنطة، وانا ادور من زمان علشان اسلم له. ممكن تعطيني الشنطه هذه؟ الموضوع امانه. حط الشنطه هنا. ملزم. ايش رايك يعني؟ حط الشنطه هنا. جاي يطق خوينا كفته علشان الشنطه، وانا ادور من زمان علشان اسلم له. ممكن تعطيني الشنطه هذه؟ الموضوع امانه. حط الشنطه هنا. ملزم. ايش رايك يعني؟ حط الشنطه هنا. سم. هلا بالعيال. هلو شو السالفه؟